مستحيلة بالأمل لا مستحيلة. هذا الكليب الحقيقة نشكر مرة أخرى إلي خوري وكل الستاف وكل المنتجين للكليب هذا اللي قدموا لنا هدية صباحكم تونسي، وكذلك التدخل النجم وليد توفيق. والحقيقة اليوم بغيرنا شوية في موعد متاع فقرة مع الحدث برشا شوية نزار متغش علي، أما لا مستحيلة بالأمل باش ترضى علي يا نزار. هو الامل هو اللي خلى حتى لحقين. اليوم كما نعرفوا اليوم ذكرى عيد الشهداء، نعم، وكلش خلى الوقت المناضلين ضد المستعمر الفرنسي كانوا عندهم الامل باش ينجموا يعني يخرجوا الاستعمار، وكان يعني دفعوا لتكلفه غاليه جدا بينها شهداء بالمئات واحداث 9 أفريل 1938 واللي سبقها من احداث اخرى كانت يعني هي النتاج نتاع يعني سقوط شهداء يوم 9 أفريل 1938، 22 شهيد و150 جريح، قرابة 3000 معتقل في ذلك الوقت، لأنه كانت هناك مظاهرة ضد اعتقال قادة النضال الوطني ذلك الوقت من الحزب الدستوري الجديد على رأسهم حبيب بورقيبة، وكذلك خاصة علي البلهوان اللي كان يعني قبلها بنهار يعني 8 أفريل كان قاد إحدى المظاهرتين اللي خرجوا في تونس وقتها، هو ومنجي سليم خرجوا بزوج مظاهرات، تم اعتقاله بعد خطاب ناري يعني طالب فيه بضرورة يكون فما برلمان تونسي، ويعني البرلمان هذا هو اللي يحكم باسم الشعب في تونس في ذلك الوقت، وكانت الفاتورة كما قلت باهظة، 22 شهيد و150 جريح، قرابة 3000 معتقل، ويعني كانت يعني أجواء كارثية. صحيح. ولذلك كل عام احنا نخلد ذكرى الشهداء بعيد الشهداء يوم 9 أبريل 1938، نترحموا عليهم الخلود للشهداء. الله يرحمهم، المجد والخلود للشهداء يا ربي. واليوم هذا نذكرهم هم خالدين، وإن شاء الله حتى الجينيراسيون اللي بعدنا احنا الكل يذكروهم. واليوم كما نعرفوا في خضم الماركة هذه على فيروس كورونا لازم نتذكروا قديش فما تضحيات صارت، وتو قديش فما تضحيات خاصة من قبل جيش الميدع البيضاء وكذلك الجيش الوطني وكذلك الأمن الوطني. صحيح. وبهذه المناسبة يعني نقولوا أنه قاعدين بذلين مجهود كبير ياسر كبير ياسر، ويزمنا نحشموا على روحنا. مثالش نزار نفتح قوس نحشموا على روحنا شوية بالحق، ما نجيو حتى شيء. احنا شنو عطينا لتونس؟ شنو عطينا لتونس اليوم؟ معناتها حاجة ماهيش صعيبة علينا، شدوا دياركم، يفضلكم شدوا دياركم، معناتها بالحق فما التزام بالحجر الصحي نلتزموا، معناتها شد داري مش معناتها نهبط اللوطة في البطحة نلعب الكورة، بربي الأولاد خاصة الشباب، معناتها كونوا واعيين، أنتم المستقبل. كل مرة حاجة الحقيقة اليوم فهمتني، حتى يلقاك يلبس سيرفوتمون كذا على أساس يمشي يسأل واش تعمل، مش نلعب سبور ولا حاجة، هو مش يمشي يعمل حكاية أخرى معناتها. مش يمشي يقضي ولا مش يمشي يحلق في الحومه ولا مش يمشي مش وقته تو نرجو ان شاء الله تو نرجو على الاقل جمعتين هذوما نكونوا نعصروا على قلوبنا الكل نقعدوا في الدار باش خاصه الاربع ايام هذوما جايين ابتداء من اليوم وغدوه بعد غدوه الاربع ايام الاسبوع هذايا العشر ايام اللي جايين صعب شويه علينا على المستوى العالمي ينتظروا انه الاسبوعين هذوما الاسبوع هذا الاسبوع القادم باش يكونوا زوز اسابيع صعاب برشا ولازم ربي يخفف علينا بالضبط ربي يخفف علينا ولازم نتيقنوا انه لازم تكون فما لحمه بعضنا ولازم نكون يعني نتشبثوا بالاجراءات المعمول بها لتفادي يعني مصير كارثي كما اللي صار في بلدان اخرى كما ايطاليا كما اسبانيا كما الولايات المتحده الامريكيه تو بريطانيا كذلك يعني 938 وفاه في ظرف 24 ساعه في بريطانيا، رئيس وزراء نتاعهم موجود في الحجر الصحي في الانعاش في الانعاش تو تجاوز من بعد الحجر الصحي مشى للمستشفى ودخل تو للانعاش عنده نهارين، معناتها ربي يلطف به وبالمؤمنين معناتها بالبشريه الكل، معناتها هذه كارثه كبيره جائحه كبيره وباء معناتها ما نجمو نعملو شيء، الحرب كبيره على الانسانيه اليوم البقاء لازمنا بالحق، معناتها نبهت في عبيد قاعده تخمم في حاجات خارجة على النص اليوم اليوم عطينا نعيش وعطينا نقاوموا هالوباء، فما حكايات زايدة لازم شوية نستحمل شوية صبر على غالب لازم الصبر، وكما نعرفوا الصبر يعني هو المفتاح الوحيد اللي باش خلينا نتجاوزوا المرحلة هذه الصعيبة،
وكما قلت لك زاد الأمن والجيش باذلين مجهود كبير ياسر، والنجاحات الأمنية والعمليات الاستباقية موجودة صحيح. ولكن فما تحذيرات كذلك إرهابية، تحذيرات من عمليات إرهابية ومن استهداف لشخصيات وطنية يعني كما يقولون هناك استهداف يعني مغزاوي البارح، فما زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والنائب، وكذلك يعني فما سامي عبو، كذلك سالم الأبيض، كذلك فما عصام الشابي أمين عام يعني حزب الجمهوري، وكذلك عدة شخصيات الأخرى اللي ربي يحفظ اللي فما حسب الأمن فما تهديدات ضدهم، ضد شخصهم يعني تستهدفهم، ونتمنى لهم السلامة. وكذلك يعني فما تحركات مريبة كشفتها يعني الجيش الوطني كشفها في المرتفعات الغربية لتونس، والتحركات هذه قلق مريبة، وأنهم يحضروا بالاستعانة بذخائر من حرب العالمية الثانية موجودة يعني وقاها، يستعينوا بها باش يعملوا ألغام يعني بالبارود الموجود فيها، باش يستعينوا باش يعملوا ألغام تقليدية الصنع لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية العاملة هناك. لكن فما هناك تمشيط كبير جدا، هناك حصار، هناك يعني قذف بالمدفعية، وكذلك حتى رماية مباشرة بين الإرهابيين وكذلك الوحدات العسكرية في المناطق الغربية. نتمنى أنه الوحدات متاعنا الأمنية والعسكرية تتمكن باش تنظف الجبال متاعنا من يعني الإرهابيين، وأن يعني تكون تونس والأراضي التونسية الكل بخير وبمأمن وبمعزل من هذا الخطر الإرهابي. وشكرا ألف شكر للقوات العسكرية والأمنية اللي عينها محلولة وعينها منفتحة على وحذرة ويقظة على التحركات الإرهابية. نمر زادا بسرعة أنه اليوم سوف يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي، كما نعرف أنه تونس عندها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي غير دائم، عضو غير دائم. هناك يعني انقسام في مجلس الأمن الدولي، يعني زوز انقسامات، زوز أنواع من الانقسامات. انقسام في مستوى الدول دائمة العضوية وهما يعني كما نعرفوا الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وكذلك روسيا وبريطانيا وفرنسا. وهناك يعني انقسام هذايا موجود على مستوى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يضمن أي مشروع قرار قادم يعني ضمن هذا المشروع أنه هذا الوباء هو مصدره الصين، ثم هناك يعني الصين ترفض ذلك وتلوح بالفيتو، كذلك حليفتها روسيا. كذلك من جهة أخرى نقوم انقسام آخر أنه العشرة دول دائمة العضوية متفقة في النص وقاعد تتداول في النص متاع اللي قدمته تونس في مجلس الأمن الدولي، مقابل أنه الخمسة دول الأخرى دائمة العضوية، هناك انقسام بين دائمة العضوية وغير دائمة العضوية، قاعدة تتداول في نص قدمته فرنسا، والنص هذا يشير خاصة إلى وقف الأعمال القتالية في فترة مكافحة الكورونا. لكن النص بتاع تونس حسب الدبلوماسيين الموجودين في نيويورك في كواليس وأروقة يعني الأمم المتحدة، يشوفوا أن النص اللي قدمته تونس هو النص أشمل، ويعني قاعدين الدولة فيها 10 دول، لذلك نشوفوا أنه الديناميكية اللي موجودة اللي قاعدين يعالجوا بها العالم في أزمة فيروس كورونا هي ديناميكية يعني تنم عن عزلة، وكذلك تنم عن انقسام كبير جدا، سواء ذلك في دول الخمسة دول الكبرى اللي تمتع بحق الفيتو أو بالدول غير دائمة العضوية. وننتظر أنه تكون جلسة نتاع اليوم لتقريب وجهات النظر، ومش تكون يعني الافتتاح نتاعها عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ونتمنى أنه يكون فما اتفاق معين بين الدول هذه الخمسة باش يكون فما نص موحد بين زوز نصوص موجودة تقدم بها فرنسا وتقدم بها كذلك تونس، بما أنه النص اللي قدمت به تونس هو النص أشمل في يعني توحيد الجهود وخلق آليات جديدة لمكافحة فيروس كورونا. وهدايا كما قلت لك هو محل انقسام. من ناحية أخرى نشوفوا أنه فما حتى كذلك يعني جهود كبيرة من الدول إلى وصول إلى يعني لقاحات، هناك يعني عديد الخبراء
يتحدثون عن هناك اتجاهين في هذا الصدد، إما الوصول إلى دواء جديد يعني خصيصا للفيروس كورونا، أو تطوير دواء موجود أصلا كما الكلوروكين هيدروكسيكلوروكين. والله الأبحاث برشا فما اختلافات كلهم، فما زوز اتجاهات على باش نحكي عليهم أنا. فما زوز اتجاهات، فما السويد البارح فما مجموعة من الباحثين قال لك الكلوروكين فيها برشا جوانب، فما برشا فيها برشا، ديجا قلنا من هنا قداش من مرة راه برشا فيها جوانب، معناتها عوارض جانبية والأعراض هذه الجانبية. الأعراض هذه الجانبية هي اللي تخلي الطب لازم يكون هم المباشرين على استعمال الكلوروكين. ثانية حاجة، فما عديد يعني الأدوية الأخرى مثل حتى في استراليا مثلا جربوا دواء ضد المضاد مثلا للقمل، قانون الدواء هذا المضاد للقمل يمكن مع تخليطه بعض الأدوية الأخرى أنه يوصل يعطينا يعني صبغة معينة وصيغة معينة اللي تقتل الفيروس. تتطور الأبحاث والمرة هذاك علاش قالوا للعلماء فما اتجاهين، اتجاه يقولوا أنه وصول إلى دواء خاص بالمكافحة الكورونا المستجد صعيبة، باش توصل تحب لها وقت معين يعني قرابة 6 سنوات. هناك اتجاه آخر يقول أنه سوف نذهب نحو تطوير دواء موجود باش ناخذ أقل وقت، يعني ما تطلبش منها إلا شهور قليلة. وفما اتجاه آخر كذلك يشير إلى يعني أنه اللقاح هو يعني يمكن يكون أقرب من وصول إلى دواء، يعني ننتج لقاح أو مصل مضاد للفيروس هذا يمكن هو أقرب من يعني البحث عن دواء، كما نعرف أنه اللقاح هو يتطور بصفة معينة من خلال الفيروس حد ذاته. نزار، بالنسبة لموقف ترامب من منظمة الصحة العالمية، نعم هي ردة عليه البارح منظمة الصحة العالمية في ساعة متأخرة وقالت يعني نرجو أنه لا يوظف يعني التفشي الفيروس هذايا في امور سياسيه، يعني مكافحه الفيروس هذايا في امور سياسيه، اي انه لا يمكن تسييس مثل هذه القضايا. وفما حتى ردود فعل من قبل الديمقراطيين يقولوا انه فشل ترامب الحاد، وخاصة أنه ما حبش يطبق التعليمات يعني نتاع الحجر الصحي. نعم. منذ أول تفشي الفيروس استهان بالمرض وقال أنه يرفض حتى في شهر مارس قاعدين التصريحات، قالوا يرفض أنه يتم يعني حجر صحي عام، وأنه الاقتصاد الأمريكي يقف لأنه كما نعرفه هو الفلوس عنده هو قبل حياة الناس بالنسبة لترامب، يعني رأسمالية وليبرالية موحشة ومغرقة توحش. لكن اليوم كما نشوفوا انه للاسف انه الضريبه نتاع المواقف نتاعو قاعد يضرب، يعني قاعد المواطن الامريكي هو اللي يخلص فيها، المواطن الامريكي البسيط اللي يخلص فيها، لانه كما نشوفوا انه لاول مره او التامس او امس يعني نسجلوا في ظرف 24 ساعه 2000 وفاه في من فيروس كورونا في الولايات المتحده الامريكيه، ومن بينهم تونس زاد في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. وللاسف يعني هذا الكل ضريبه انه ترامب ما حبش يسكر سيرتو نيويورك وكاليفورنيا، كما نعرفوا نيويورك وكاليفورنيا هما كانوا من اكبر زوز دو سيتي هما الكبار نتاع الوباء، ما حبش يسكرهم من الاول مخافه انه الدو بول ايكونوميك هذوما يطيحوا الاقتصاد الامريكي، فانه ما راحوا قالوا انه الفيروس هذا امتد نحو ولايات اخرى، وبالتالي يعني كما نشوفوا تو انه امريكا اكثر بلد، ثم بعد شوفوا الخريطه اكثر بلد اليوم مصاب. وكما نقول لك حاجه انه منظمه حتى التجارة الدولية كذلك تحذر من أنه فما هناك انكماش كبير في تعرفوا الاقتصاد الدولي، و 32% من المعاملات ولا التبادل التجاري العالمي سوف تعرف يعني انخفاض وتراجع، وهذا يعني حتمنا يعني في نتيجة نهائية أنه عديد الدول سوف يكون الناتج الداخلي نتاعها الخام يعني ناقص، كما نشوفوا لهنا الخريطة الولايات المتحدة الأمريكية 435 ألف، ويعني أكثر من 435 ألف. نعم. يعني حالة إصابة. نعم. ويعني تتسطر العالم. نعم 14 ألف حالة وفاة،
و24 ألف يعني حالة يعني برات من الفيروس هذه. ونشوف على المستوى الدولي أنه كذلك يعني قفزة كبيرة كما نشوفه 1522 أكثر من 1,500,000 مواطن مصاب. نشوفه أحنا يعني الجمعة اللي فاتت هو اللي مرينا نحو 1,000,000 إصابة، توصلنا يعني في ظرف أيام قليلة 3 أو 4 أيام مرينا ولينا أكثر من يعني أكثر من 500,000 إصابة في مدة 4 أيام أو 5 أيام على المستوى الدولي. وحتى العدد يعني الموتى قفزوا يعني بصفة مهولة قرابة يعني حتى 15,000 فقيد من جرة الفيروس هذايا في ظرف 3 أو 4 أيام. وهذا يدلنا أنه تو العالم في الظرف هذايا هو تو في حالة البيك نتاع الانتشار هذا الفيروس. وذلك علاش الناس الكل تقول لك الظرف الجمعتين هذوما باش نعرفوا على مستوى البشريه باش نعرفوا انه تصاعد العمليات الاصابه وكذلك عمليات الموت والوفاه بجراء هذا الفيروس. وهذا الكل يحتم في مثل هذا الظرف اما توحيد الجهود الدوليه او انه نعم. الفيروس باش يكون هو الغالب في اخر لحظه، وهذا ما نتمناهوش. ان شاء الله يوصلوا العلماء لا مستحيل بالامل لان الغنية قعدت في مخي الى اللقاء وان شاء الله حتى السياسيين نعم. يخليونا نعم يخدموا خلونا نجمع جهود من توحيد البشر الجماعي. شكرا لك نزار يعطيك الله صحة. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا. هكا اذا نوصلوا لنهايه برنامجنا بالنسبه لليوم، كنا معكم العشرة حتى نص النهار. غدوه ان شاء الله تلقاو زميلتي ندى كنزاري. ما بقى لي كامش نقول لكم الى اللقاء.